أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. والكذبة ما بتضاين، بس تخلق بتموت. في كذبة عمرها 2000 سنة وبلشت الحين. هلأ إجا بابا جديد غير الشكل الخارجي، يمكن غير الكباية، بس ما منعرف شو فيها. نحن منهتم بالأواني، بدنا نفوت على المعاني، بدنا يكون في كل إنسان تكون أنت الأبوة والأمومة. ما بدنا رجال دين وعلماء دين، ما بدك وسيط بينك وبين الله. عم بيحكي كتير حلو، وعم بيقول إنه نحن قصة جهنم وآدم وحواء مجرد أساطير. عم بيحكي كتير حلو إنه هلأ الديانة الكاثوليكية عم في إشياء بتتناقض مع الطبيعة، لازم نكون موحدين مع الطبيعة. وهلأ عم بيقول لازم نغير، في كتير اتجاهات أخذناها غلط، الإنسان بيغلط، بدنا نعمل ثورة إصلاحية مثل مارتن لوثر كينج. مارتن لوثر كينج يعني كيف قتلناه؟ هودي سود، عبيد، نيجروز. مظاهرة كانت فيها كل السلام. ما فيكم تقتلوا الشمس، ما فيك تطفيها، ما بيصح إلا الصحيح. هلأ وقت العزلة، هلأ وقت للانتقام الرباني. هلأ نيال اللي عنده بيت من عنكبوت كتير عليه بيموت. هلأ بدنا نعيش حياة بسيطة قد ما فيكم. ما تغير ثيابك إذا كانوا نضاف، ما تتحمم كل يوم 5 مرات لأنك وصيف. وفروا مي، إذا بإيدك شجرة شتلة زرعها ولو عم بتقوم القيامة. انتبه، أنت مسؤول، الحق علينا. إذا شفت خير، إذا شفت شر، كلنا عم نركض لبرا 99%. ما شبعتوا؟ كفى بالموت واعظاً، اخدينوا معكم هالخوازيق كلها اللي عم تتعمار. لبنان رح تصير بيروت مثل نيويورك، مدينة كلها من البيتونس، ما بقى في بناية. كان عنا كوخ، بيت، فيلا، بناية، أبراج، برج، جرب العرب صار. شو اخد معك على القبر؟ انتبهوا، كل شي بالبيت منك بحاجة إله بتحطه بكيس مرتب وبتبعته للناس وتقلن سامحوني. ايده فوق ايدك، مش ايدك فوق ايده. لا تملكه حتى تنفقه في سبيل الوفاق مش النفاق. كل شي منك بحاجة إله هيدا بيكون لغيرك، إلا اللي بياخد مرتك ترك له إياها هيك خليه يتعذب. كتير عم بيحكي خطابه وحكيه كتير منيح، بس أنا بقول هون إن جميع الأديان صحيحة وعلى حق، لكنها كذلك في قلوب كل الذين يؤمنون بها، ولكن في أغلاط كتيرة بدنا كلنا نرجع نغيرها. حطينا ورقة التوت وإجا الكبت وإجا الفلد. ما عم بقلكم نمشي عريانين وننفخ شعرنا مثل ما عم بتشوفوا. ما فيني قلكم 2% حكموا العالم بالشر، يهد خيبر، وهيدا دور الشيطان. وقت بتشوفوا مرة لابسة ثياب ومخزقة، هالهول هالقدح هو تيسكر كل الأبواب يلي بتطلع إلى مجرات تانية. خزقة لإلها. You are a hole WHO، منك a hole قدح يعني. كتار هلأ من الأشرفية عساسين معهم ايدز وعم بينشروا، لأنه اجت تشتغل بمطعم وما دفع لها، بعدين فاتت بابنه ومشي الحال. انتبهوا شو عم بيصير، كيف عم ننشر هالأمراض بسرعة. هاي علامات الساعة، سيأتي زمان اجا. نعم، بيقولوا بالكاثوليكية نحنا ما لازم نكون في كاثوليكي وارثوذكسي وبروتستانتي. في ضيعة بلبنان فيها 17 كنيسة وما في واحد بيحكي مع التاني. قال لهم هالقد كفار انتو، بسببنا كله هيل عم بيصير.
نعم. هلأ ما زال عم يحكي هيك هيدا البابا الجديد، رح يكون في حزب جديد، كل واحد منا بس يقول كلام بيتبعوه الناس، صار في حزب من حزب إلى حزب، أحزاب كتيرة. نعم، سوف نبدأ في ترسيم نساء كرادلة وأساقفة وكهنة، وأن تكون لدينا في يوم من الأيام امرأة تكون هي بابا، فلتشرع أبواب النساء كما هي مفتوحة أمام الرجال. والإنجيل كتاب مقدس وجميل، لكنه ككل الأعمال العظيمة القديمة في أجزاء منه منا صحيحة. مين كتبه؟ بعد 300 سنة كتبنا على ذوقنا. من تزوج بمطلقة فقد زنى وعذاب أبدي. شو هالالله اللي بده يعذبني بجهنم عذاب أبدي وعنده رحمة وعنده محبة؟ الله مش رجل، مش إنسان، مش امرأة، ألوهية. هيدا الوجود ما حدا في يحكي عنه، ما فيك منه بالكلام بتعيشه. وفسر الماء بعد الجهد بالماء، خلاص. مشان هيك نحن بحاجة إلى حضرة بلبنان، ما إلي ثقة إلا بنفسي ثم نفسي ثم نفسي. طيب قطع نفسك وأهلا وسهلا فيكم على البيت يلي بيبعت بريد، ما تتلفنوا. جارتي مع سكري، شو بعمل؟ بسكر دخيلكم، خلص شبعت منهم هيدا الكذب. أسئلة كثير سخيفة، أسئلة العرب. بدي حط كتاب ما بيخلص هالكتاب هالقد. كتير في عندي اشياء حلوة ان نشارك فيها، ولكن الكتاب هو خير جليس. بحب اقراه هالكلمة بعتولي اياها. كل الكتب بنوع خاص، كتاب السلام عليكم اجا كتير من هالولاد المميزين المعافين هن بعتولي ودغري بقول لهم حطها بالكتاب. تيتا امتى رح تحطيها بالكتاب؟ هلا حطيتها بقلبي وبدي احطها بالكتاب. السلام عليكم 11 حرف، وعليكم السلام. الناس كالكتب، كتاب تقرأه ولا تمل قراءته، وكتاب تقرأه ولا تشعر بعمقه، وكتاب لا تستطيع أن تكمل قراءته، وكتاب تكشفه لك الصدف فتفيد منه وتستفيد. وكذلك الناس، في كتب أنا من أول صفحة بكبهم دخيلكم. في وحدة عملي كتب قال الأمثال اللبنانية العامية، كبيته من أول من العنوان بفهم، بس بعدين. مشان هيك كل الكتب اللي بتشوفوها على موقع بيت الله ومريم نور كل هذه صدقة، لأنه مش مريم اللي كتبته، الكاتب والقارئ واحد، هو الوجود. بيجي لهون تكون معكم، ما بعرف شو بدي أقول، مثل اللي عم بيعطيني النفس بيعطيني الفلس. هلا بدك وجه الله بخمس دنانير يا عائشة، طلعي قبل صلاة الفجر. سمعت واحد عم بيقول جوعان وما معي مال وما معي شيء تأكل، قلت له سامحني. وفيت قعد حد الحبيب وعم بيترك. بكيت فاطمة، قال لها أنت أول ناس لحقتيني. فإذا هلا زمن الكشف، وكلنا عنا هالكشف، ميت شو بيعرف أمتى بدك تموت وكيف ووين. جورج جرجيف كمان وأنطون سعادة وكتار. كيف تعرف حالك إنك رايح عند فلان؟ كمان بتعرف حالك أي متى بدك تموت؟ قال هي ما بيشوف أبعد من منخاره، بيعرفوا قبل 9 أشهر. حبلتي بتعرفي أمتى بدك تولدي، بتعرفي أمتى بدك تتركي هون تتولدي، أو برحم تاني أو بتفوتي برحمة الرحمن، ما بتقولي ترجعي. هيدا سيف عليه. أسان كل واحد منا هو يعرف وين رايح وين جاي وشو جاي تعمل، شو دورك بهالدنيا. تاكل تشرب وتنام، والجردون بيجيب 3000 فرتشاه بخلف كتير، جاي تجيب عدد أو عدة. فأسان شو دورك وشو جاي تعمل؟ شو عملت مريم كل يوم لإلها، لأم الأرض، لحسن الخاتمة؟ كونوا بهالحضرة. كتير أجانب بيحضروا ومنهم أوباما ما بيفهم ولا كلمة، بس بيقول عنده بريزنس وخطرة. واللي جنسني رفيقه وضلني يقول لي ماما أوباما
بده يجي رئيس جمهورية. وهلأ شفتوا شو عم بيصير، هو كمان ضحية الجهل، جيبوا أسود أبيض مثل المسيحي، شو عم نعمل؟ كلنا بدنا رضا عزرائيل، وكل أمة العرب مضيت تاع عزرائيل تحكمنا. لحيت ما فيك انت تمنع ورح أقرأ. قرر المحتال ومرته الدخول إلى مدينة عجبتهم كتير فيمارسوا فيها أعمال النصب والتنصيب والاحتيال على أهل المدينة. أول يوم اشترى المحتال حمار، حط له ليرات من ذهب بتمه وقام صار يمشي بالسوق. شاف الحمار مراهقة بالسوق هيك عم بتهز ومدري شو هيك، شهنقها سقطت المصاري من تمه. جمعوا الناس حوالي أولي شو هيك، قال لهم هيدا دايما هيك بس يشهني بينزل الذهب. قتلوا قاموا واحد غني كتير واشترى الحمار، نعم بمبلغ كبير كبير التجار، لكنه اكتشف بعد ساعات بأنه وقع ضحية عملية نصب واحد. هو طلع غبي كتير واشترى الحمار، طرقوا الباب راح لعنده قال له لمرته وين هو؟ قالت له منه هون، رح ابعث الكلب وبيجيبه. قال له الكلب بده يروح يجيبه، فعلا أطلقت الكلب الذي كان محبوسا هرب لا يلوي على شيء، ولكن زوجها عاد بعد قليل ومعه كلب بيشبه هيدا الكلب، شبه غريب. طبعا نسوا قصة الحمار وقالوا له قديش بدك تنشتري هالكلب؟ طبعا هيدا كلب كتير مهم، مين ما راح بيروح بيجيب لك إيه، مين ما اختفى بيجيبه. فأطلقت الزوجة الكلب مروبة أبدا، إنه عرف التجار إنه متعرضوا للنصب مرة تانية. اشتروا هالكلب وراحوا شافوا إنه بعتوا الكلب ما رجع، راحوا عنده على البيت فلم يجدوا إلا مرته، جلسوا ينتظرونه. ولما جاء نظر إليهم إلى مرته بعدين وقال له قومي اعملي وجبات الضيافة لهؤلاء الأقارب. قالت له هودي ضيوفك أنت، قوم أنت. بيقوم من شديد الغضب بشيل من جيبه سكين، هالسكين مزيفة، وبيضرب مرته هيك على صدره، بيطلع كل الدم وبتموت. تعجبوا كله ولا وش عم تعمل؟ ما عادوا يلوموا ولا شيء أبدا، لا تقلقوا. ثالثة أكثر من مرة هلأ برجع بريد للحياة. قام أخذ المزمار وصار يغني على الفور، نشطت المرأة هيك وقامت وانطلقت. يه عملت لهم قهوة لهالرجال وكلهم اندهشوا، دخيلك دخيلك دي حقه هيدا هالمزمار، صاروا يتقتلوا مين بدي يشتري، لا أنا بدفع أكثر، أنا هيك أنا هيك أنا هيك. اشتروا المزمار وراحوا. بيقوم واحد هالغني اللي اشترى المزمار بيضرب مرته بالسكين، بعدين بيزمر بيزمر. شو بدي اقول لهم؟ قالوا له ايه؟ قال لهم ايه ايه. قام هيدا أخذ المزمار وهيدا دق، عم صاروا يقتلوا بهالنسوين، وكل واحد يستحي ما يقول انه شو بدهم يعملوا. راحوا لقطوه حطوه بالكيس لهيدا الحرامي اللص، وذهبوا إلى بيت المحتال حطوها بهالكيس وأخذوا تيزتوه بالبحر. مشوا على الطريق تعبوا كتير، قالوا لازم نرتاح، قعدوا تيرتاح مشوا هيك غفيوا. صار المحتال يصرخ من داخل الكيس، فجاءه راعي غنم سبب ليش اللي عم بتصرخ شو هيك؟ قال له ليك هودي شفتوا هول نايمين ايه؟ قال بدهم ياخذوني ويجوزوني بنت الملك، أنا بحب بنت عمي، ما بدي أخذ بنت الملك واحد هيدا، ما بدي ولا هيدا بنته للتاجر الكبير، أنا بحب بنت عمي بدي أتجوزها. اقتنع طبعا، اقتنع صاحبنا الراعي بالحلول، قام قعد مطرحه بالكيس وقال له انت روح خذ غنمتي وروح. ولما نهض التجار ذهبوا ألقوا الكيس بالبحر وعادوا للمدينه مرتاحين، لكنهم وجدوا المحتال امامهم ومعه 300 راس غنم. سالوه لمنين جبتن هودي؟ قال له رحت زتيتوني هوني، ما فيني لكم وقت اللي زتيتوني بالبحر، طلعت حوريه وعطيتني ذهب وعطيتني غنم ووصلتني للشاطئ وخبرتني بانه لو رميتوه بمكان ابعد ابعد كانت اخطا اكثر اغنيه من هيدي اللي انا الحوريه اللي جيت لعنا، وما فيني اخبركم شو فيها هونيك. كل ما بعدتوا اكثر واكثر. كان المحتال يحدثهم واهل المدينه يستمعون، فانطلقوا الجميع الى البحر والقوا بانفسهم في البحر. وصارت المدينه باكملها ملكا لمين؟ لهيدا المحتال. المحتال من هو؟ إسرائيل. وزوجة المحتال أمريكا. أهل المدينة العرب الجرب، بيلون بالأبراج جرب العرب، في حدنا بالأشرافية وأشرافيك 60 طابق سعدونتي بده يعملها 50، إجا واحد سعدونتي أكثر منك 10، ما فيك تطلع هيك بتنلوي رقبتك إذا وقعت هيدا برج جرب الخزوق
ما تروح كل الأشرافية وأشرافيك الأرض بدك هز خلاص هز عز نز عم ترجف كلها وين ما كان شفت شو عم بصير لها بالكرة الأرضية ما راح تضايق حوالي 20 سنة ما بيبقى حدا هون كل من عليها فان حطيته فيديو بتشوفوا شو عم بصير لا لبنان ولا سوريا ولا الأردن كله فينا نهديها هني polarities القطب الشمال والجنوبي الثلج عم بيدوب المي بدها تصير كلها تروح وتنتقل ما رح يضل في حدا فإذا لوين نروح إذا هلأ كلنا يلي بهالستوديو فطسنا هالمرأة سيارة تفني الموتى شايف بنتها قال بتطلعي قالت له لا قال له لي الناس عم بتموتى تطلع معي ايه نبرة كلنا كفى بالموت وعظام لوين بدنا نروح ليش هال2% حكموا هالكرة الأرضية هلأ في كواكب برا مثل عطارد ومارس وغيرهم بحكي عنهم علمياً تفصيلياً محمد كيلاني بدنا نشيروا هالكرة الأرضية لأنه عم نعذبهم كتير عنا شر قوي كتير ما بقى في حجر بلبنان ما عم نشيله التراب المي البترول ما تعرفوا على الرسول بدهم البترول هالكسرات يلي هون الحق عصارة بتروح كلها على الخليج فإذا شو عم نعمل بيننا بالأبراج بالخليج في شي محطة تلفزيون بهالكرة الأرضية عند العرب تسترجي تحكي اللي مريم عم بتقوله هون قليل ما في طلع طبيب بيطلع معي كان هلأ لا عم بيقول عن المشروبات أتشو له هلسان ممنوع تحكوا عن المشروبات الغازية صار في مؤسسة إنسانية هون المؤسسة الإنسانية للكوكاكولا المؤسسات الإنسانية للوليد بن ضلال ولو يا وليد كيف فيني أنسى أمك يعني منى كيف فيني أنسى عليا يا ليلى حاجة تهز إيديك كلنا قتلنا رياض الصلح وكلنا قتلنا أنطون سعادة بسببنا تعالوا نحط هالعلم علم أبدان وأديان هيدا هو المطلوب والمرغوب ولكن محجوب ما حدا بيسترجي أبدا إلا هالمحطة نعم الحمد لله هيدا أمر من الله إنه ما بيدفع لي تحسين مع إنه ساهم قديماً ولكن ما حدا يقبض أبداً من كل وسائل الإعلام إلا الموظف بطلب من كل بناتنا رح أحكيها وأطلبها اليوم من المسؤول من ديمتري ما تطلعي على أي شاشة خصوصي هون من مول عليك وتكونوا نفسي شعراتك هو عم يتحركوا هيك كل برامجنا هيك بس على القليل اللي بيقروا أخبار أو يلي بيحطوا برنامج ما يكونوا عاملين عمليات تجميل لا تغيروا في خلق الله ما بقى تعرف الأم من بنتها من حفيدتها قد بعضهم هيدا علم أول ضربة انضربت الأنف الهرم وهيدا علم عند نعم الفراعنة مين فرعنك يا فرعون غيرنا في خلق الله كانوا يحطوا حنة على أيام أمي وأمكم وستي وهيك هلأ ما بقى في حنة ما بقى في حنان ما بقى في حنين بدنا نرجع إلى حقيقة السلام عليكم أول 7 سنين الولد ما تشفروا شفرناهم من هني وبالرحم عم نشفرهم قاعدين السلطان الحمير وحمير مدري مين والحمار والخط العريض عيب عليك بعدت لك تقعد تقرا شو اللي عم تعملهم كلكم؟
حتى برنامج يلي هو لشرب الخليل قلت له برنامجك مهذب بتبزق عليهم بتفتكر الدنيا عم بتشتي، بدنا سيف هلا خلاص، بدنا الحقيقة تنقال هيك. كلكم الكتاب خير جليس موجود، سكروا كل هالبرامج، فكوا البرمجة الداخلية، دي بروجرام نوت ري بروجرام، فكوها. تقرأ الكتاب خلاص خير جليس، وإذا لقيت صديق هيا نفتش عليه، صعب تلاقيه، موجودين بكل أمة العرب في حوالي 10 بكذا مليار. فإذا هلا بدنا نقوي النوايا قد ما فينا، والنوايا بتقوى بالصيام، مش إنه ما تاكل، أنتوا عم تاكل صايم، أنت وعريان محجب من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله. قد ما فيكم حطوا الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم، كل هالأمة العربية بس هالمرة، بالزكاة وبالصدقات عالجوا مرضاكم. ما بدي تعطوني كتب وشو بدي أقرأ، كل الكتب تركوه، وتبعتوا لي فيديو تشوف تتعلم عن السلام، ما بدي، عندي الكتاب ما له اسم، شو ما بدكم تسموه، كل ما سمينا الوردة وردة صغرناها. الكتاب يلي قلبي بحبه عندي ما بقرأ غيره، ابن 3 سنين 4 سنين حكي، ابن 9 سنين حتصر لا إله إلا الله، اجت إشارة بالمسجد قالوا له أنت شيطان، قالوا له I am a divine devil، إنسان منه جسد ساجد، كل شي فيك تشوفه رح هو فيك وفينا، انطوى العالم الأكبر. المفتاح هو التأمل كل لحظة، مش أقعد أعمل هيك. لبقى تروح عند أي واحد بلبنان بنا خاص بيعلمك البرانا وبيعلمك اليوغا، وبيجي هيدا لأنه بيعرف يوغا وهيدا جورو وهيدا مدري شو، كلهم عم بيجوا بيعلموا. اغتصب ابنه قدام عمره 8 سنين، قال له عم طلع لك على السماء، وصدقيت قديش عندك جهل، هالقد صرتوا بهالجهل، بتروح بتعمل يوغا وبتعمل سبور على المكانات السبور، ما صرتي انت آلة بخدمة الآلة، كلام المداس بحط ايده هيك انه شوفوا الساعة، عيب عيب صرتوا، يعني كلمة عيب وتفه تكريم، صرت انت بخدمة السيارة، عطشت ايده واجره قال لهم بس السيارة وين راحت؟ ما شايفها، بده السيارة، قيمته بالسيارة، قيمته بالمرة شو لابسة، مش مرته هي مدام مونسينيور أرملي فلان الفلان، هو إذا ترمل لا، بس هي أرملة وبتحمل اسم جوزها، لا هو جوزك ولا أنت مرته، إيدك مش إيدك يا فاطمة، ولادك مش ولادك، هذا بيموت مسمى وهذا مقطوع. وقالت زينب اللهم تقبل منا هذا القربان، بتعمل مسجد بتدفع مليارات، بتلبس الكعبة المكرمة هذا رمز بالمليارات، شو هالجهل؟ الكتاب موجود ونقعد نقرأ، ما رح أقوله بس إنه قدك يا أبونا، بس ما عم بفهم شيء، ولكن صفعة وحدة بتأديك، بلغ آية. أنا ما بطلع من البيت إلا إذا بتجيب غرض هيك ضروري، وبحط لأنه ريحة الكلاب وريحة حديث الشباب حتى، مش بس الكبار والسرسرة. وهلا بطلع بالاشرفيه بقول نحن بسوريا، او سوريا هون، نحن وين يعني هالشعب، اهلا وسهلا فيكم، بس مين عم بيقدر يتحمل مين يعني، ان شاء الله ما نكون عم ناذيكم. ما حدا، انا مني لبنانيه ولا جسد ولا امراه، بس هالارض ما بقى تساعنا، كل واحد ببيتك بتضلي، وانت بتعملي استثمار داخلي، يعني ما زال في انترنت. وقفتني مرة كنت أنا وياها بالمدرسة، قالت لي 3 أولاد عندي عم بستثمروا. كلمة استثمار الأولاد investment، مشان هيك ما عندي صديق، يعني نادرا يعني بيطلع علي منصور، أو هلأ شوي قليل فدوى أو كارلو، يعني بس شو عم نعمل؟ في أمل، كل واحد ببلده نحط عمل إيجابي،
نتجاوب مع بعضنا responsibility ونشوف ليش 2% ليش إسرائيل حكمت، ليش عندها علم الشر حتى تقوينا. ربي خلقه للشيطان. أنا شفته لنيلسون مانديلا أعطاني مكتوب وجبته وأعطيتك إياه ستريدا واسمك غريب يعني. 11 سنة قعدت بالحبس سمير جعجع قعقع 11 سنة باب. شو عملت؟ كتب أوشو بين إيديك. قال لي يا ريتني سنجري. قلت له قال قبلك أينشتاين قال وغيرهم. شو عملت؟ ما عملت شيء. فاتح حزب جبل معراب كله لإلك. مين عطاك إيه؟ شو هالوقف لمين؟ فإذا كل الأوقاف الإسلامية المسيحية الموحدين كلها عملوا مثل أبونا يعقوب، كلها وزعوها للناس للفقراء. هذا هو المسيح. قالنا مشو حافين وما تحملوا كتاب، شو منقول؟ السلام عليكم. إذا ما ردوا لنا ترجع لي.